عريان مروري جديد يتدفق بين شمال وجنوب الجيزة ليأتي التشغيل التجريبي لمحور الفريق كمال عامر، والذي يمثل أكبر محور عرضي بالجيزة قامت بتنفيذه وزارة الإسكان بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حيث يعمل المحور الجديد على تحقيق السيولة المرورية وربط مدينة الجيزة بمحافظة القاهرة في أسرع وقت ممكن. محور فريق كمال عامر بيمتد من طريق الدائري جنوبا لطريق الدائري شمالا، من المنيب للوراء، ممتدا لمحور تحيا مصر طول المحور. الجزء المرحله الاولى اللي احنا بنفتتحها ان شاء الله النهارده 12 كيلو 3 كيلو مطالع ومنازل. المحور 4 حارات موريه في كل اتجاه. اتقسم المرحله الاولى اللي هي اللي بتفتح النهارده ان شاء الله الى 3 قطاعات، القطاع الجنوبي، القطاع الاوسط، والقطاع الشمالي. اشتغل فيه حوالي 5 شركات. محور الفريق كمال عامر انا بسميه حلم منطقه الجيزه. محور طوله 15 كيلو يربط ما بين الدائري المنوب لدائري الوراق في هذه المنطقة. ده كان يعني بمثابة حلم لأهل الجيزة. يعني قابلت مع عقبات كبيرة، وفي المنطقة دي بالذات كان في ترعة قديمة وداخل بوكس، قصرنا البوكس وكان مليان مية، وكان في يعني الحمد لله تعاملنا معاه، وكان في كابلات 220 لازم تتنقل. الحمد لله كل الحاجات دي اتنقلت بفضل ربنا، وزي ما انت شايف كده الحمد لله. المشروع تضمن انشاء محور حر اتجاهين بعرض 3 أمتار وحارة مرورية بكل اتجاه، مع تطوير الطرق السطحية واعادة تخطيط المنطقة بصورة حضرية، مع انشاء تقاطعات حرة للربط مع الطريق الدائري. خدم كتير وربط دائري المنيب، دائري الألوبية، وربط بشتيل، يعني وفر حاجات كتيرة، زاد المحاور اللي نازلة واللي طالعة منه، خدم كتير قوي. يعني كنت ابقى جاي مثلا من الدائري رايح المهندسين، كنت لازم انزل شارع البحر الاعظم بالزحمه اللي هناك. الطريق دلوقتي اختصر الوقت جدا، بالاضافه ان الطريق جديد لسه الخدمات عليه كويسه، الطريق كويس، موفر سيوله مروريه كويسه جدا للمنطقه. يعني محور الفريق كمال عامر يربط بين الطريق الدائري شمال الوراق وبين الطريق الدائري جنوبا المنيب، ويبلغ طوله 15 كيلومترا، واستغرق التنفيذ 3 سنوات. محاور مرورية جديدة تساهم في تخفيف الكثافات المرورية بمحافظة الجيزة، ليمثل محور الفريق كمال عامر أحد المحاور الهامة لشبكة الطرق السريعة للطريق الدائري، ويوفر نصف مسافة الرحلة باستغلال القوس الغربي للطريق الدائري. من داخل محور الفريق كمال عامر بالجيزة، أحمد ممدوح، النيل.